هل تعتبر أن مصر منتصرة اليوم؟ لا، مصر في عز محنتها، لا تزال. من الذي دعا الناس فوراً للنزول إلى الميدان من كل مكان منهمرين ونزل معهم؟ أيضاً أنا، ليس هناك أحد آخر. الأحداث الكبيرة حيث لم يظهر الشيخ حازم وظهر بدلاً منه حمدي الصباحي. يا خبر أبيض على التزوير والتزييف. ده تزوير؟ كل هذا تخريف لم يحدث. لماذا دعوت إلى الاعتصام ثم تركت وانسحبت من الاعتصام أنت وأنصارك؟ هذا هو التكتيك الذي رأيناه للكر والفر. أن تزج بأرواح الأبرياء والشباب في حوادث وصدمات مع الأمن ذهب ضحيتها عشرات الشهداء والإصابات، هذا هو التكتيك؟ أنا بقول لك إن السياسة الحالية تصب في مصلحة الحدود الإسرائيلية وتأمين الإسرائيليين. لو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل هو من وصل إلى سدة الرئاسة في جمهورية مصر العربية، هل كان ذلك سيكون أفضل لمصر؟ لو كان حازم أبو إسماعيل هو الذي وصل إلى الحكم كان يمكن أن يقال إنه استفاد شيئا، لكن نحن الآن لم نستفد شيئا. لو سمح لك أن تختار جنسية أخرى إلى جانب جنسيتك المصرية؟ أحب سهولة الحج والعمرة، سأخذ جنسية الكعبة المشرفة، يعني إذا كان جنسية سعودية لي أحج وأعتمر، يعني لهذه ألا الخصوصية. تفضل القطرية الجنسية القطرية؟ عشان الموضة. يمكن بكرة تبقى في بلد تانية، يعني أصل الجنسية القطرية شرف لي. إلى هذا الحد لا يزال يخيفكم كابوس مبارك؟ مبارك حتى في أثناء وجوده أهون بكثير من أن مش تخاف منه من أنك تعمل له حساب أصلا. في أجراء الكلام في هذه الحلقة الخاصة مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أهلا بك مجددا. أهلا الشيخ. قبل الفاصل كنا تحدثنا عن أحد الضباط وهو الرائد فهمي بهجت وهو المتحدث الرسمي باسم النادي لضباط الشرطة، قال أو طلب من النائب العام أن يصدر أمرا بالقبض على مثير الفتن وعلى رأسهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وقال هنجيبه في ساعتين. خلينا نشوف فيديو بهذا الموضوع ونعلق على هذا الموضوع. فهمي بهجت المتحدث الرسمي لنادي ضباط الشرطة، مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ لميس. نستأذن حضرتك عبر برنامج حضرتك أوجه رسالة للسيد النائب العام باسم زملائي ضباط وافراد ومناء الشرطه، برجو فيها باعلاء كلمه القانون على الجميع، وبنطالب بسيادته بانه يصدر امر فورا بالقبض على الشيخ حازم ابو اسماعيل اللي سبق ان اهان قيادتنا وسبق انه تهجم على الرئيس نفسه في بيان صادر منه لما قبضنا على جمال صادق، وسبق ان هو حرض اعوانه على محاصره مدينه الانتاج والتعدى على الاعلاميين. فاحنا النهارده قدمنا العديد من البلاغات في واقعة إهانة قيادات الشرطة، احنا أصبحنا بنعيش في اللا دولة وفي اللا قانون، ولذلك بنطالب السيد النائب العام بسرعة القبض على الشيخ حازم أبو إسماعيل، وبنوعده إن احنا كضباط شرطة لو صدر قرار من النائب العام سوف نقوم بالقبض عليه فورا في خلال ساعتين من الزمن. كيف يعني هل من السهل أنه بخلال ساعتين أن يتم القبض عليك وإحضارك بهذا الشكل؟ يعني عايز أقول لحضرتك حاجة، أنه أنا يعني أقدر كثيرا وأعذر كثيرا الجهات المضغوط عليها على أعصابها. الشرطة استخدمت كأداة للسلطة السياسية من قبل، الإعلام كان أداة للسلطة السياسية، الجيش أداة للسلطة السياسية، الأجهزة التي كانت أدوات ودائما تكون أدوات للسلطة السياسية عادة ما تظلم.
يعني وكأنك تقول أن الشرطة لا تزال أداة في يد السلطة السياسية اليوم. لا، ليست السلطة يعني ما ارتكبته أيام مبارك تقوم بارتكابه اليوم في ظل السلطة السياسية الحالية. أنا لم أقل هذا، ولكنها لا، لأن حضرتك قلت أن في بعض الأجهزة اعتادت أن تكون أدوات، أو جرت العادة أن تكون أدوات، وكأنها هي دائما أدوات. نعم، هذا صحيح. يعني الشرطة لا شك أنها أداة، وهذه الأداة ظلمت، لأنه أنا لما يكون الحاكم السياسي ظالم يبقى الشرطة بتمارس ظلم. الشرطة والجيش والقضاء أيضا والإعلام وجهات أخرى، حتى الجهات الإدارة، الحقيقة من حقها أنك ترفع الظلم السياسي اللي فوقيها. يعني السؤال المهم هلأ، أن ما مارسته الشرطة مع الشيخ جمال صابر كان عدلا أو ظلما؟ أنا لا أعرف، لأنه لا أعرف أن حدث حادثة جنائية وفيها سقط قتيل أو شيء من هذا القبيل وحدث شيء، فالمسألة فيها جانب جنائي. عندما تهم الشيخ جمال بقتل جانب جنائي، نعم، هذا ليس جانب سياسي. نعم، ولكن ما تعرض، ولكن الطريقة التي تم التعامل بها مع الشيخ كانت ظلما أو عدلا؟ لا شك كانت سفالة، لا شك أنها كانت سفالة وجريمة. خلينا نرجع نعيد الفيلم اللي قلته لورا بعض الكلمات. إذا كان الحاكم ظالما فالشرطة تكون أداة ظلم، يعني وكأنك تقول أن الرئيس مرسي حسب المنطق التي تقوله أنه رئيسا ظالما. ده كلام، وكأنك دائما دي فلفلة الحلقة، إنما أنا لم أقل هذا. لا، دايما بتقلي لم أقل هذا. أنا قلت لك أن الرئيس مرسي حاكم ظالم. لم تقل الرئيس مرسي، ولكن قلت عندما يكون الرئيس ظالما تكون الشرطة أداة ظالمة، وكنت تتكلم في هذا الموضوع أن الشرطة أيام مبارك كانت ظالمة لأنه مبارك ظالم. سألتك هل ما حصل مع الشيخ جمال تعتبره ظلما من الشرطة أو عدلا؟ اعتبرته أكثر من ظلما، اعتبرته سفالة. فهذا يعني إذا بدنا نجري على بدنا نقوم بالمعادلة الحسابية، يعني زحنا ظلم مبارك فحل مكانه بالنسبة لك ظلم مرسي. لا، غير صحيح. عندما يكون الحاكم، لماذا تخاف من المواجهة إلى هذا الحد مع الرئيس مرسي؟ علما أن قناعتك في الداخل يعني أنت يعني أنت بتخاف شوي. أنت تريد أن توصل إلى نتيجة تريدها أنت. لا، هذه ليست أنا، أنا حر. يعني حد ليست رؤيتي. حد قال أحد النقاد المعروفين إنه رسالة الشيخ جمال لك كانت واضحة، ومثل ما بيقولوا أجلستك في البيت، يعني كانت الرسالة واضحة. اليوم دقينا بالشيخ جمال، بكرة دورك. فأنت تفهمت هذه الرسالة وتلقفتها جيدا وصرت تمشي بين النقط. نعم، أنا لا أتلقى هذه الرسائل عادة، يعني الرسائل دي عادة لا ألتقطها، لا أعرف أن ألتقط هذه المعاني. فليذهبوا إلى الجحيم، يعني إذا كانوا يقصدون فليذهبوا إلى الجحيم. لكن أنا أكلمك عن أن الشرطة والإعلام والجيش والإدارة وهذه أدوات طبيعي لأي حاكم، إنما وارد أيضا أن تقع منها أخطاء منها هي ذاتية، وارد طبيعي، وإلا فقد وقعت جرائم، وإحنا الشرطة كانت تقع في جرائم بالسفارة. أنت اعتبرت أن ما حصل مع الشيخ جمال سفالة، إنما ده كلام نعم، لأنه لا. لأنه طيب، خلاف الدستور. إذا أردنا أن نعتبر ما حصل مع محمد الجندي ومع جيكا ومع ميرفت ومع 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 ومع، ماذا نعتبرهم؟ ماذا نعتبر هذه الأحداث؟ كيف نوصفها؟ ما هو ما ينفعش خالص، ما ينفعش تاخد الأحداث دي كلها. طبعاً ما ينفعش تاخد الأحداث، لأنه في حادثة فيها جريمة، أيوة، وفي حادثة فيها موقف وطني، أيوة، ونضال وطني، أيوة. لهذا السبب لا نستطيع أن بالضبط كده. بس إذا في حادثة الجريمة اعتبرنا سفالة ما حصل، في حادثة النضال الوطني هنعتبر إيه؟ بس أنا بسيطة، أعطيني صفة. العدل، هقول لك هو العدل هون. يا أخي اسمعني أجاوبك، سبحان الله. الموضوع سين جيم. سين، هل متهم تعصب عينيه وتقيد يديه ويصور بهذه الصورة؟ دي جريمة من السلطة ولا لا؟ جيم، نعم جريمة، مهما كانت الرجل ده عمل إيه؟ محمد الجندي. وبالتالي حضرتك ذكرت أسماء محمد الجندي تحديداً، محمد الجندي وجيكا وميرفت تحديداً. كل واقعة تأخذ محمد الجندي تعتبرها جريمة؟ إيه الجريمة؟ إيه اللي حصل؟ سياسي ناشط له أتباع
وأنصار، وكل حضورك اسم الله عليك في في الساحة المصرية. ما عرفت شو اللي حدث مع انت محمد. قولي. انت قولي. ما أنا معلوماتي غلط عم بتكون، خليني روح على معلوماتك الصحيحة. خليك تقول لي المعلومات الصحيحة المرة دي، أو تقول لي الغلط اللي عندك. شو المعلومات الصحيحة؟ عشان كده أنا حبيت أسألك ليه، علشان أقول لك إنه ليس بصحيح إن أنا وأنت اللي نجري الحكم، لا، في جهة تحقيق تحقق وتنشر النتيجة على الكل. فمثلا إذا الطب الشرعي قال أن محمد الجندي عذب حتى الموت، أيوة، إذا اتضح هذا لابد أن يأتي بكل من قتلوه ويعدمون بحكم قضائي. إنما إذا ما ثبت إنه الحكم، إنه التقرير الطب الشرعي اللي بيقولوا عليه، قيل إنه أو استقالة رئيس الطب الشرعي بعد ما حللوها طلعت مزورة كلها. العادل يكون عادلا في كل الاتجاهات وفي كل الأمور. لا نستطيع أن يعني إنه صورة تستفزنا لأحد مناصرينا لأنهم غمضين له عينيه وعصبين له عينيه ومقيدين له إيديه، اعتبرناها سفالة، وشاب في مقتبل العمر مسحولا ومعذبا ومقتولا، وقاعدين بدنا ننطر نشوف إذا لقى مظبوط ولا التحقيق ولا ليه إلى هذا الحد. هذا العدل. العدل أن تحقق الغامض. واحد بيقول الوقت محمد الجندي ده لو اتضح أنه أصيب بس بصفعة كف على وجهه، أنا أقف بمنتهى الشدة وأحارب من فعل معه هذا، لا شك في ذلك. إنما إذا قيل إنها قد يكون تعذيب وقد يكون حادث سيارة، لابد أن من تحقيق يجلي هذا، وبعدين أطالب حتى ولو بإسقاط محمد مرسي، بل بإسقاط حازم أبو إسماعيل إذا كان هو الذي يتولى الحكم وهو الذي ظلم. كل الأحداث اللي صارت يعني حمادة صابر نفس الكلام، يا صديقي كله نفس الكلام. يعني أي حدا ضدكم، يعني مش عايز أي حدا ضدكم بدنا ننطر القضاء والتحقيق، وأي حدا معكم دغري بدنا نفتح النار وسفالة وإجرام. أول مرة أكتشف أن أنت بترد على نفسك، أنت ما بتتكلمش معايا، يعني أنت الآن لا تتكلم عن كلامي، أنت ترد على ما في ليه؟ داخلك. تعرف ليه؟ إنما أنا بالنسبة لي المبدأ واحد. ما هو ليه؟ المبدأ الواحد؟ تعرف ليه؟ هو العدالة. تعرف ليه أول مرة بتشوفني عم بحكي على نفسي؟ لأنه عندما تكون في قضية محقة وقضية عدل وقضية إنسانية وقيم وطنية، ويعني أرى أن الشخص اللي موجود قبالي عاوز انه يطفي الضوء على هذا الموضوع لانه مصلحته السياسيه والشخصيه تقتضي ذلك، ساعتها اضطر ان اسال واجاوب عن نفسي. طيب منين جبت ان انا عايز اطفي الضوء؟ لانه واضح، لاني اقول نحقق بعدل ونرى من المذنب. هو ده اللي انت مش عايزه؟ لا، هو ده اللي انا عايزه. انت مش عايز تحقيق عادل، لكن انا عايز تحقيق. طب ليش ما انطرت التحقيق في الميل الثاني؟ في مين؟ في جمال صابر. الشيخ جمال صابر الآن رهن التحقيق في قضيته. طيب لماذا أعلنت وأطلقت كل هذه المواقف والسفالة لا 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 لا. الشيخ جمال صابر نفس الموضوع، أنني أقول هذا هو التحقيق وعدالة التحقيق، وينظر من الذي قتل، من الذي تجمهر، من الذي ضرب. إنما أنا أتكلم في واقعة عصب العينين التي رأيناها جميعا بأعيننا فقط. إنما في الجريمة محمد الجندي مثل جمال صابر مثل حازم أبو إسماعيل في مبدأ أن يتم التحقيق العادل ويرى من هو المجرم ويجزر. ولو اتضح أن محمد الجندي مش بس عذب، بس لمسه أحد بضربة كف. محمد صابر هل رأيت؟ نفس الموضوع. نفس هل رأيت أو لم ترى؟ رأيت. ماذا رأيت؟ رأيت كدر مقفول، دخل إليه شخص معرّة، لا أدري ما الذي حدث هنا. ميرفت نفس الكلام. ميرفت رأيت لحظة، لم أرى ما قبلها بدقيقتين. يا بيت التحقيق مش العدل. الشيخ جمال صابر كان الكادر مفتوحا؟ لا يزال مغلقا، ولذلك بقول التحقيق معاه برضه هو اللي يوضح. الآن أنا كلامي هو يحقق بشأن جمال صابر، بشأن محمد الجندي، بشأن ميرفت، بشأن حمادة صابر، كله نفس القاعدة، لأنه العدل الذي لا ينخرم. إنما إذا ما رأيت شيئاً بعيني، شيئاً محدداً ففي حدوده فقط، مثل الفتاة
اللي عريت اللي سحلت على ميدان التحرير وفتحوا العباية بتاعتها وكانوا يعرونها أو يغطونها، من الذي أدان هذا؟ أنا. وبعدين التحقيق العادل هو الذي يظهر، أنا لا أعرف إلا صورة أراها، إنما سبب هذه الصورة وما وراءها تعرف. يا شيخ في بعض الأماكن كانت إدانتك مباشرة وفورية، ويعني دغري على الفور اللي ما رأيناه بأعيننا. صح، ما هو ديك رأيته في عيونك، جاي عم تقلي الكادر كان مسكر ولا أم أرى ما قبل ولم أرى ما بعد، مش دي العدالة ولا إيه؟ لا والله. إذن أيها الناس، هذا هو طني خليفة، يرى أن التقاط 5 ثوان كافية للحكم، وهذا هو حزم أو إسماعيل، يرى أنك لابد أن ترى الواقعة كاملة، من جاءك وعينه مفقوءة فانتظر لعله فقأ عينين، العدل هو العدل، أنت بهذا تجاوز العدل وأنا ألتزمه. التحقيق واحد. أنا لا أعدل ولا مرة، ولا مرة أنا أخذ العدل في عيني، لا، أنا أخذ العدل في ضميري. القاضي العادل هو الذي، وهذا هو ما تطبقه أمريكا وفرنسا ومصر ولبنان واليابان وكل، القاضي العادل الذي يرى الحقيقة مكتملة ويحققها ويصدر حكمه بناء عليها، بناء عليه يأتي الحكم الفصل. أما أن نستعجل أي قضية لم ننظر فيها فهذا لا شك أنه هو الظلم، لا شك. إنما أنا عندما استدعي النشطاء السياسيين وعندما استدعي الإعلاميون إلى التحقيق أمام محكمة عسكرية انبريت، مع أنهم ضدي وأنا الذي انبريت ونددت بهذا. ليه؟ لأن العدل يقتضي غير هذا. إنما أنا مش مستعد أبني على أساس ضميري، ضميري ضميري غير ضميري، كل واحد هيخلي ضميره هو الحكم، فسدت الدنيا. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام منع يحكم بضميره، علي بن أبي طالب منع يحكم بضميره في قضاء عدل، يمشي على جمال صابر وحمادة صابر، يمشي على ميرفت ومحمد الجندي ويسوي بين الاثنين. ده اللي أنا طالبه، وده اللي أنا بقوله، ده اللي أنا طالبه من حضرتك، وده اللي أنا بقوله. بس أنت كنت عم تحكم هون وناطر القضاء والعدل هون. يا أخي إذا كنت قلت لك إن حتى جمال صابر أنا لا أحكم لأنه في تحقيق، نفس اللي قلته في محمد الجندي. هل أخفتك رسالة جمال صابر؟ أنت بتقول كلام من عند نفسك. هل أخفتك رسالة الشيخ جمال صابر فعلا؟ أخافتني في إيه؟ بقول لك دي رسائل أصلاً ما عنديش جهاز التقاط لها، مش فاهمها دي. وهناك جريمة جنائية وقعت. الشيخ حازم ما عندوش أجهزة التقاط للرسائل؟ لا لا لا، فليذهبوا إلى الجحيم. اللي بيعلى المتصورين دي رسائل يروحوا ينطحوا دماغهم في الصخر. إنما أنا لا علاقة لي بهذه الرسائل، أنا بكلمك عن جريمة جنائية وقعت لازم. ألا تعتبر أنها رسالة رد من الشرطة لك لحضرتك عندما قلت لهم أنا بدي ربيكم؟ لا، الشرطة ففرجوك كيف ستكون التربية. لا 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 لا، إذا كنت تقصد من نددت بهم، دول كانوا بيرتكبوا جريمة. لا لا، ألا بتعتقد أنها كانت تلك الرسالة أنه أنت بدك تربينا؟ لا لا، ففينا نربيكم بهذا الشكل كما فرجوك الصورة؟ لا، هذه الرسائل ليس عندي جهاز الالتقاط لها خالص خالص. وإذا كان هذا هو صحيح لا يهمني، يبعثوا يخبطوا دماغهم في الصخر، هذا لا يعنيني. إنما أنا بقول لك إن الشرطة مبرأة عندي لأنها كان مضغوطا عليها من الأمن، هم مجرمون لا شك، طول 30 سنة في جرائم، لا مش عايزة كلام، ده بأحكام قضائية نهائية باتة، يعني تعذيب نعم، سجن بغير حق نعم، بكله في جرائم نعم. إنما أنا بقول لك إنه كرجل سياسي الآن، لماذا وجهت الرسالة إلى الرئيس مرسي اعتراضا على هذا المشهد الذي شهد؟ يعني كانت رسالتك للرئيس مرسي حتى وصلت بالقول انه لا، انه تقريبا راح تكون وصمه عار في طبعا حكم. طبعا انه ترجع مره تانية منظر المتهم المعصوب العينين المقيد اليدين تاني، دي اول مره نشوفها. هو مين اللي ندد بالكشف على كشوف العذريه قبل كده؟ ما هو انا. مين اللي ندد قبل كده بكل هذا الكلام؟ ما هو انا. عوده ممارسات الشرطه الاجراميه غير مقبول. وهي الشرطة الآن لا تمارس جرائم، تمارس جرائم شديدة. لا يكفي إن كل بتوع المباحث ما بيكتبوش تقارير يقولوا إيه اللي بيجرى، ده كفاية. بعد الفاصل، ما علاقة الشيخ حازم بالجيش المصري؟ ما رأيه بعناصر وقيادات جبهة الإنقاذ بعدما فوت الرد على هذا السؤال في بداية الحلقة؟ وأخيرا سنطرح عليه عدد من أسماء الشخصيات ليعطي رأيا في كل واحد منهم. ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد في حلقة الليلة مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والذي نحن في ضيافته وفي عقر داره، كما قيل لنا أنكم ذاهبون إلى الوحش في عقر داره، وسيتبين إذا كنتم ستغادرون أو لا. لدينا بعض دقائق من الوقت لنكتشف النتيجة. قلت نحن نحترم الجيش ونرحب بأي دور له في الحفاظ على البلاد، ولكن نزول الجيش للشارع للانقلاب على الدستور هذا يعني أننا سننزل نحن أيضا. ماذا تقصد سننزل نحن أيضا؟ هل ستنزلون في مواجهة الجيش المصري؟ أولا الجيش طول عمره بيظلم، زي ما ذكرت لحضرتك، ظلم في حرب 48 وحملوه فوق طاقته، ظلم في حرب 56 بدون مقدمات، ظلم في حرب 67، ظلم في حرب 73، وظلم أيضا في ثورة 25 يناير وما حدث فيها. هذا الظلم يأتي من خلال السلطة السياسية التي تدير البلاد، تورطه وتعرضه لما ليس مهيئا له. لذلك السلطة السياسية المطلوب منها أنها ترفع هذا الظلم من على الجيش. الآن أنا والجيش في حالة محبة كاملة. ليه؟ ما أقوله هو نفس ما يقوله الجيش، يعني أنا والجيش بيقولوا نفس الحاجة، أنه مش ممكن يبقى فيه انقلاب على الدستور، مش ممكن يبقى فيه تجاوز للسلطات، ما فيش ممكن، فإحنا الاثنين بنقول نفس الكلام. فإذا بالشياطين يريدون أن يأخذوا هذا الكلام مني ليجعلوا منه ولكن في مادة واضحة في الدستور الجديد، هي المادة 192 التي تسمح للجيش في التدخل من دون أي إذن إذا رأى أن هناك أمراً طارئاً أو خطراً على الأمن القومي أو فوضى ستحل في البلاد، فأن يتدخل بشكل مباشر من دون أي قرار. غير صحيح، الموجود والدستور موجود أن هذا تحت قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللي هو رئيس الدولة، فبالتالي الجيش يؤدي دوره في حدود الدستور، فإذا من قلب على الدستور صارت جريمة ليس أداء لدور. لذلك أنا بقول الجيش بالعكس على رأسنا ودوره مقدر جدا ومطلوب بشدة. طب ألم يكن ذلك عندما نزل الجيش جنبا إلى جنب مع الشعب في الشارع مع الثوار ضد نظام مبارك، ألم يكن انقلابا على الدستور؟ غير صحيح، هذا دجل. غير صحيح. دجل شو؟ لم يحدث هذا. لم ينزل الجيش ما ليحمي الثورة والثوار ويحمي الشعب؟ طبعا لا. وبعدين خلي بالك انت بتكلمني عن الجيش بيأتمر بأوامر قادته. الجيش المصري انا قرايبي، انا في عائلتي، انا من الاقارب والاصهار، ما هو الجيش والشعب ده دول ازواج واصهار. برايك انما انا بتكلم عن قرار العسكري. شيخ بس في شغلي، برايك لو الجيش لم يقف هذا الموقف في ثورة يناير، ألم كانت مصر واجهت مصير ليبيا ومصير سوريا تماما؟ يعني لو الجيش نزل ليلبي رغبة رئيس القوات المسلحة، الرئيس الأعلى للقوات المسلحة الذي هو رئيس الجمهورية حينها كان حسني مبارك، وفتك بالشعب المعترض والمعتصم في الميادين وقمع المظاهرات بالقوة، ألم يكن مبارك اليوم لا يزال رئيسا لكم؟ مش انت عايز تقديري؟ كان لا يستطيع الجيش، لم يكن ليستجيب، ما كانش الجيش هيستجيب لهذه الأوامر. لماذا استجاب في حادثة عباسية؟ لأنها وحدة، والتي سجل غيابك عنها. وحدة غريب دايما كل الحوادث. لا انتوا مش مذاكرين كويس صدقني، الجماعة بتوع الإعداد بتوعك دول انا هاخدهم بعد ما تمشوا وانا اسيبهم هنا معايا. لا المشكلة انه الاعداد، فريق الاعداد اللي معنا في البرنامج تبان عليهم ليبراليين ولا حاجة. ما بدي اقول لك انه هني مش مذاكرين، هني ذاكرتهم الحي لانه كانوا شهود على الاحداث. ممكن. انا فهيدي اهم من المذاكرة. صحيح انا اصدق، انما انظر بقى بعد ما جمهور اللي كانوا موجودين في العباسية ذبحوا وقتلوا. من مين؟ من الجيش. الجيش ذبح الناس؟ لا يعني من اللي خرجوا ضربوا، ما هو اللي حصل تجمهر، الناس خرجت وراهم. الجيش هو اللي ذبح الناس بالعباسية؟ يا سبحان الله، انت فاكر انك بتاخد مني تصريح جديد؟
الذين كانوا يتولون مقاليد السلطة يومئذ في المجلس العسكري يدهم مدرجة بدماء الشعب المصري من هذه الحادثة ومن حادثة مجلس الوزراء، وأنا قلتها قبل كده. من قرر هذا؟ من أعطى القرار بهذا؟ الذي أعطى القرار عقد مؤتمر صحفي في اليوم اللي قبله وقال كده، معروفين بالاسم. أنا ربما كانوا أعضاء في المجلس العسكري الثلاثة قاعدين على منصة، أنا يمكن الأسماء إنما موجودين، يعني مش مسألة، مش توقع يعني. قال سوف نفعل بكرة غدا كذا. قيادة مين؟ أمر القيادي كان لمين؟ لا، هو اللي كانوا موجود ساعتها كقيادة عليا كان القائد العام المشير حسين الطاوي ورئيس أركان، يعني الذي كرمهم الرئيس مرسي وتكريمه خطأ. وأنا قلت قبل كده، ما بقول لك الإعداد مش بيذاكر، ما دخل الإعداد بهذا الموضوع. ما هو عشان كده أصل دي مواقف قديمة عندي. الإعداد بده يمنع الرئيس مرسي هو بتكريمه. أنت فاهم؟ لا، هو أصل هم قد يكون مفهوم إن أنا مؤيد إن الرئيس مرسي. هذا سؤال الكلام. رئيس مرسي يكرم ده ويدي ده قلادة ويدي ده نشان ويروح يزور معسكرات دول ويعمل طيب دول الكلام ده. في ده شيء أنا لا أقوله. في علامة استفهام كبيرة شيء. دائما تدعو الناس إلى النزول إلى موقعة نتيجتها قتل وشهداء ودم وما إلى هنالك وتختفي. والله يا أخي أنا نفسي ما تجاوبش، ونفسي أجي لك مرة تانية بقى إن شاء الله ربنا يسهل يذاكروا كويس. يدعو مين يا أستاذ اللي أنت بتقوله ده؟ ما حصلش خالص كلام حاجة، سبحان الله. ما أنا بقول لك، أنا شوف حازم صلاح أبو إسماعيل يعاني معاناة شديدة جدا من أن الناس تخلق واقعة لا أصل لها، لأنها لا تجد ما تنتقده عليها. من كان موجودا حول وزارة الدفاع في أحداث العباسية؟ كان موجود شعب مصر الكامل. وعلى فكرة ده من ضمن الأشياء اللي أنا براجعها مع نفسي طبعا موجودين. وأنا نفسي، أنا قد أعاتب نفسي، كان يجب أخذ موقف أشد ربما، لكن لأن الموضوع متعلق بشخصي كان هناك حرج. أنا دائما أقف مواقف نصرة للمظلوم. الآن أنا المظلوم وأنا من يريد أن يقف الموقف، فكان هناك حرج. إنما أنا عند كلما ظلم، حتى بعض اللي ظلموا من غير الإسلاميين طبعا خالص، بل من ضد الإسلاميين، كنت أنا من وقف معهم، وكنت أنا من أرسل حتى محامين إليهم. ولما استدعي الإعلاميون اللي بتقولوا عليهم، أنا الذي نددت بهذا وقلت لو بدأ مسلسل دعوة الإعلاميين لن أسكت. وبعضهم من مقدمي البرامج اللي الآن. أنت ضد استدعاء باسم يوسف؟ لا، باسم يوسف الآن لاستدعاء أمام جهة نيابة. أنا شايف أن جهة نيابة دي يجب إصلاحها على فكرة، لسه قانون السلطة القضائية لم يصدر بما يكفي. لكن كمبدأ أيضا بيني وبينك بقى، كل المصريين عارفين هو بيعمل ايه، لانه على التلفزيون، فدي مش حادثه خفيه، لا دي حادثه كل الناس عارفين فعلا في اهانه ولا لا، في سخريه ولا لا، في شتم ولا لا، في سب ولا لا، في ايحاءات جنسيه ولا لا، معروف كل الناس عارفين، انت تعرف وانا اعرف وكلنا يعرف. فالمساله مختلفه، يعني مذنب ولا لما ساعتها كان الاستدعاء للنيابه العسكريه. لا، يعني انت اليوم بتعتبر باسم يوسف مذنب او مش مذنب؟ ما تخلينا بلاش نحل نفسنا محل الجهه القضائيه، ما تخلي القضاء بس برايك. يعني انا الذي ارى انه المساله اذا كان فيها سب او قذف او اهانه او تحريض او كده تصبح جريمه. ماذا تراه، مذنبا او ليس؟ على فكره عشان اجاوبك على هذه السؤال، انا شخص بيحب الحاجات الدمها خفيف، يعني نفسي تميل للحاجات اللي فيها فكاهة. الحاجة التانية، أنا كنت حصل مقابلة كانت لطيفة جدا بيني وبين باسم يوسف، لازلت أحتفظ لها بذكرى في منتهى الجمال. ربما هو أساء إلى نفسه لما حمل الأمور إيحاءات خاصة بالشذوذ الجنسي والأمور الجنسية، خلى النفوس تشمئز حتى الأسر. هو أساء إلى نفسه بهذه الصورة. كان يصح أنه هو يكون أكثر رعاية للآداب وللأخلاق والقيم، ساعتها كنا هنستقبل دم خفيف. إنما الإنسان لما بدأ يشعر بالاشمئزاز، بدأت أشعر أنه أيوة ده خدش الحياة، ده تجاوز في النقطة الفلانية، ده شيء في النقطة الفلانية. وأنا حزين جدا لهذا، لأنه هذا ليست الآداب المصرية. إذن قلت إذا نزل الجيش للانقلاب على الدستور فنحن سننزل أيضا. هو مين اللي يقبل بانقلاب أي حد على الدستور؟ رح تنزل وتعمل شو؟ شعب. شعب مين شعب؟ شعب انت بتمثل مناصري. انا امثل نفسي.
مثل نفسك. فأنا هنزل. تنزل تعمل شو؟ أنزل أمنع جريمة الانقلاب على الدستور. كيف بدك تمنع الجيش؟ الانقلاب على الدستور ده جريمة ولا مش جريمة؟ كيف بدك تنزل؟ ما هو السؤال هو عشان لا كيف بدك تمنعه بأي طريقة؟ الانقلاب على الدستور جريمة. فلازم الأول نقف ونقول كده نحدد. إحنا بنتكلم مش عن الجيش خالص. إحنا بنتكلم أنا والجيش بنقول نفس الكلام عن جريمة. كيف ستنزل تمنع الجيش؟ تمنع بأي طريقة؟ تمنع المجرم من أن يرتكب جريمة. فإذا الجيش مجرم؟ يا حبيبي إذا ما ارتكب جريمة فإن من يرتكب الجريمة مجرم. نعم. ولذلك أنا ما كنتش برد على الجيش. بأي طريقة بدك تمنعه؟ خلي بالك لا نفترض الجيش نزل للانقلاب على الدستور كما قلت، كيف بدك تمنعه؟ لحظة لما جاوبني على سؤالي بس. هجاوبك أهو يا أخي. يلا. أنا ما كنتش بجاوب في ده على الجيش، ده أنا كنت بجاوب على فئات سياسية تطالب الجيش بالانقلاب على الدستور. كويس؟ إذا الجيش نزل تلبية لرغبات تلك الفئات السياسية يقف الشعب أمام الجيش تتكلم ويمنعه. عن نفسك، لا تتكلم عن الشعب. والله أنا أتكلم عن نفسي. نعم، أنت قلت أمثل نفسي. ما أنا بقول تتكلم عن نفسك ولا تتكلم عن الشعب، دع الشعب، الشعب ربما هو ينتظر الجيش لا دع الشعب بفارغ الصبر كي ينزل ويتدخل. لا ده كذب ده كمان، ده مش كمان؟ صحيح. طبعاً مش صحيح. استفتوا الناس بكرة. أنا موافق تستفتي الناس. هو أستاذ توني ما هي ثورة 25 يناير؟ ما جوهره؟ لا لحظة على سؤالي قبل. قبل الإجابة على السؤال. كيف ستمنعون الجيش؟ جوهر ثورة 25 يناير أن السلطة كانت في يد المؤسسة العسكرية صارت في يد الشعب. لما تيجي النهاردة ترجع السلطة من إيد الشعب لإيد العسكر يبقى أحبطت الثورة كلها. كيف ستمنعون الجيش من النزول أو من تنفيذ الانقلاب؟ نمنعه من إن هو يرتكب جريمة بالقوة. كيف بالقوة؟ كده ممنوع. بشو؟ زي ثورة 25 يناير. بشو؟ كم بالاحتشاد بالاعتصام بالمنع. وإذا استعمل القوة؟ نستعمل القوة. هل لديكم؟ لدينا مهج وأرواح نقدمها في سبيل الله. لدينا أننا لا نقبل الضيم. عاهدنا الله ألا نقبل ظلما. هو نازل يعمل حق ولا نازل يرتكب جريمة؟ أنا عشان كده سألتك في الأول. أنا ما بردش على الجيش، أنا برد على الفصيل السياسي اللي قال يا جيش تعالى أخرج اعمل انقلاب على الدستور وامسك. بغض النظر ساعتها بوضوح عشان ما تفتكرش إن أنت إن الإجابة أنا مصعبها. لا، ساعتها إذا حدثت جريمة انقلاب على الدستور علشان بعد السلطة ما خدها الشعب ترجع تاني تتاخد من إيد الشعب وتروح تاني لإيد العسكر، يومها الشعب عليه أن يقدم مهج وأرواح، وإلا يبقى شعب لا يستحق الحياة. الشعب الذي ده الإيرانيين يا راجل لما قامت ثورة إيران قبل ما يجي الخميني إيران ضربوهم بالطائرات، وكان يخرج 10,000 فيقتلوا فيخرج غيرهم فيخرج غيرهم حتى سقط الشاه. الشعوب التي تريد الحياة لا تقبل. الشعب هو من أسقط يخرج. الشاه يا شيخ مال مين؟ هو اللي هناك دول يعني لمجرد أنهم تبع نظام ديني يبقى مش ما بقوش شعب؟ خلاص جردتهم خلاص. اللي كانوا مع الشاه ما كانوا الشعب؟ اللي كانوا مع الشاه كانوا شعبا مجرما او سلبيا، ده وده موجودين. وهناك شعب ثار على الظلم. انا لست من الشعب المجرم ولست من الشعب السلبي، انا من الشعب الذي يأبى الضيم والذي يتحدث عن مؤامرة امريكية فرنسية في ذلك الانقلاب الذي حصل. وارد ايضا، وفي ثوره 25 يناير لازم نفحص ايضا، وارد كل هذه امور وارده. انت تشكك ايضا انه ممكن بثوره 25 يناير يكون في ايادي غريبه؟ انا بتكلم عن المبدا ان هذه الامور ثقافيا لازم نفحص. لنستمع الى رد الجيش على تصريحاتك حين قال حسب مصدر عسكري بارز فان قيادات داخل القوات المسلحه طالبت برد حاسم على ابو اسماعيل واحاله اي شخص يهين المؤسسه العسكريه الى النيابه العسكريه فورا. وقال المصدر فاض بنا الكيل من محاولات إقحامنا في السياسة، وهذه المرة الثانية في أقل من أسبوع التي يقوم فيها أبو إسماعيل بتهديد القوات المسلحة، ونحن قادرون على ردع أي قوة تحاول تهديدنا مهما كانت، ولن نلتفت إلى مهاترات أبو إسماعيل. مضيفا أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي أبلغ الرئيس مرسي غضبه من تلك التصريحات ضد القوات المسلحة. وأضاف المصدر العسكري نعد ملفا كاملا عن تصريحات أبو إسماعيل لرفعه إلى القيادات ثم رئاسة الجمهورية بسبب خطورتها على الأمن القومي. وتابع لا أبو إسماعيل ولا غيره قادر على تهديدنا، وما يفعله أبو إسماعيل
وأنصاره هو مجرد مهاترات سياسية لا دخل للقوات المسلحة بها. شفت التخريف بقى؟ تخريف؟ طبعا عشان تعرف. شوف كده أول سطر، مين اللي قال كده؟ مش معروف. مصدر عسكري. مصدر عسكري. مين اللي يقول كده؟ واحد قال لك أنا هكتب كلمتين. تخريف. إذا عم بتقول إذا الجيش نزل بالقوة نحن رح ننزل قباله بالقوة. أستاذ توني، مين اللي قال الكلام ده؟ تخريف. مصدر عسكري. اسمه مين؟ يعني إيه مصدر عسكري؟ أنا أقول لك حاجة، صرح مصدر بالأمم المتحدة إن الأستاذ توني خليفة وحش. إيه ده؟ إيه مصدر دي؟ ما تقول لي مين اللي قال، بقول للي كاتب يعني ما تسترجل، قول مين اللي قال، قول فلان فلاني قال كذا، إنما إذا كان واحد مش معروف تهريج، تخريف، لقبطة. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، أنا ليس عندي ولا تصريح واحد إلا يمجد في الجيش، ولا تصريح واحد، وأتحداهم على ملأ من الناس. أنا بقول إذا ما ارتكبت جريمة، عايزني أقول إذا ما ارتكبت جريمة فإنني سأترك من يرتكبها؟ لا، ولذلك ليس عندي تصريحات وأنا بتحدى يحيي. لكن كلمة جريمة لفعل قد يقوم به الجيش كبيرة. يا سلام، كبيرة. ما هو ده اللي ضيعنا به، هو الطريقة دي. هو أنتوا يا عرب انتوا اللي ضيعتونا. انت مش عربي؟ وانا عربي. انتوا ضيعتونا عشرات السنين بالكلام ده، ان اللي يعمل جريمه حد كبير. يا جماعه ما يصحش. لا يا بيه، لا يا فندم، ولو كان شريفا قرشيا، النار لمن عصاني ولو كان شريفا قرشيا، والجنه لمن اطاعني ولو كان عبدا حبشيا. لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. لو حازم ابو اسماعيل عمل انقلاب على الدستور يحاكم. بناء على هذا الحديث، هل ستنزل امام النيابه العامه اذا استدعتك او النيابه العسكريه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ اذا استم استدعاء. ايه ده يعني هو هي احنا في حديث حوار سياسي يقوم على اساس طرح الافتراضات. هل يا ترى ستستدعيك اذا كذا؟ ما فيش كلام، ما فيش موضوع. ما كلمة، ليس هناك جريمه اصلا. عفوا، كلمه لو ابنه الرسول صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع عايز مبدا العام. من افتراضي؟ ما افتراضيه. طيب. انت تريد كلاما افتراضيا؟ اجيبك. اذا كان ما ورد افتراضيا، انت ترفض ان اوجه لك سؤالا افتراضيا؟ لا لا احب اجاوب ما دام انت قلت انه افتراضي. يا سعيد كده، اصل انت ما دام قلت افتراضي كده حلو جدا. اذا وصلنا اليوم انك عايز النيابه تستجيب، ان عايز النيابه تدعو في اذا تم استدعائك اليوم للنيابه العسكريه. نعم. لا النيابه العسكريه، لا النيابه العسكريه ليست جهه قضائيه اساسا. وانا قلت هذا الكلام مرارا، النيابه العسكريه، انا بقول اهو بمنتهى الوضوح، النيابة العسكرية ليست جهة قضائية البتة، إلا إذا، وهذا من أخطاء الإخوان والسلفيين والليبراليين والثوريين والأحزابيين، أنهم يؤخرون حتى الآن لبعد سنتين ويا للعار صدور القانون الذي يقول ما هي القضاء العسكري. القضاء العسكري، النيابة العسكرية يقول اليوم أن يبقى نائب العام في منصبه أو لا ما أعرفش. أنا أقفز من نقطة لنقطة. القضاء، النيابة العسكرية حتى الآن وصلت الآن تدين بالطاعة والولاء للقائد العام للقوات المسلحة. أنا مش عايز وكيل نيابة عسكرية يكون تبع رئيس الجيش، أنا عايزه يبقى القضاء العادي. اليوم أنت برأيك أنه جسم سليم مع وجود النائب؟ لا لا لا، القضاء العادي يحتاج إلى صدور قانون السلطة القضائية. أنت مع بقاء النائب العام الحالي أو عودة؟ أنا مع وأنا قلت هذا الكلام ونددت بالسياسيين، لابد من إصدار قانون السلطة القضائية لتطهير القضاء، لأنه 30 سنة حسني مبارك بيفسد. تطهير القضاء من مين؟ تطهير القضاء يكون طاهرا نظيفا. تطهيره أو أخوانته؟ تطهيره أو أسلمته؟ تطهيره. نعم. طيب. سداده، استقامته. أوكي. بعد الفاصل، مجموعة من أسماء الشخصيات المصرية والعربية، ما هو رأي الشيخ حازم بها؟ ما بحبهاش الحكاية دي يا أستاذ. أهلا بكم من جديد شيخ حازم. في نهاية هذه الحلقة لدي مجموعة من الأسماء، أريد منك أن تعطيني بجملة مقتضبة جدا
رأيك أو توصيف لتلك الشخصيات؟ تسمح لي قبل ما السؤال ده، وإن كان ده أكثر سؤال ما بحبوش يعني، لكن هحاول بقدر المستطاع. عايز أقول لحضرتك، شوف إزاي إحنا عشان نفوس تربت على الهلع والخوف والذعر طول عمرها، بقى لازم كلامها يبقى بيمجد القضاء ويمجد الجيش ويمجد الشرطة ويمجد الحاكم، ويفضل يمجد ولا يرى أن عضو فرد الشعب له كفاءة أن تكون له، أن يكون له موقف. أصبحنا بنصغر نفسنا، فأصبح الجبابرة والطغيان يركبنا كل مرة باسم، مرة سياسي ومرة اقتصادي ومرة عسكري وما إلى ذلك. أنا عايز أقول لحضرتك، أنا والله أشعر داخلي بدرجة من التقدير البالغ للشرطة وللجيش، تقدير البالغ للجيش وللقضاء، تقدير البالغ للقضاء وللإعلام، تقدير البالغ للإعلام والإدارة، تقدير حقيقي، وأنهم ظلموا من السلطة السياسية. لكن كل ما في الأمر أني لست مستعدا أن يتطور هذا. لكن البعض يتهمكم، البعض يتهمكم بأنكم تقومون أو تقوموا بما تقومون به ضد الشرطة والجيش والأزهر وكل هؤلاء، يعني هذه المؤسسات لإسقاطها وإعادة بنائها بالشكل اللي أنتوا بتحبوه، يعني ببناء جيش إسلامي، شرطة إسلامية، الأزهر سلفي، ويعني قضاء إخواني وكل هذا الموضوع. يعني أنتوا اليوم بتكسروا في المؤسسات دي. نعم، شفت بقى إزاي؟ إن الخوف اللي جوانا، الخوف مخلينا خايفين من المعنى ده، فبنرفض الإصلاح. طب كيف تفسر الحملة على الأزهر اليوم؟ على شيخ الأزهر، أن شيخ الأزهر كان عضوا في نظام حسني مبارك، عضو في المكتب السياسي للحزب الوطني، ما هو رئيس المؤسسة. كان هو بالمطبخ عم يطبخ يعني، هو وهو لي... يا سلام، ده انت هتبوظنا الدنيا. هو انت حضرتك متصور ان رئيس المؤسسة لانه مش في المطبخ، خلاص فين سبل الرقابة؟ طيب عاد يعني انا اليوم اذا رحت على مطعم تعشيت بمطعم وتسممت يجب ان يحاسب الرئيس مرسي و... لا. وهو طبعاً. وهو طبعاً. رئيس المؤسسه طبعاً. ومفروض طبعاً. طبعاً. طبعا لا لحظه واحده، خلينا يحاسب من حيث انه عنده رقابه، نعم تموينيه طبعا. فاذا اذا تطبق، اذا كل مواطن مصري بيتعرض لتسمم باي صح، فاذا المفروض يستقيل الرئيس مرسي. زي حوادث مزلقانات القطارات، هو انت متصور ان لو الخطا هيعمله الرئيس مرسي يقول لك لا خلاص؟ هل هذا لانه كلهم رفض تمرير قرار الصقوق الاسلامي؟ لا، لان في حادث التسمم، فالناس بدات بسيطه يعني. ها مش بسيطه، أنا حادث التسمم بالطالب، هو انا اللي طالبت بانه يتشال؟ انت في طالب قال شيلوا شيخ الازهر، هو حر. خلينا، انما انا بقول لك اللبس جاي من، عارف مين اللي بيدافع عن شيخ الازهر النهارده؟ الثوريين ما شاء الله، بتوع ثورة 25 يناير، يقول لك شفت المساس بالشيخ الأزهر يا ولد. تعرف ليه؟ لأنه وصلوا لقناعة، يمكن هؤلاء الثوريين، أنه يا محلى مبارك، أيام مبارك، على زمن الأخوان وعلى زمن الإسلاميين اللي وصلوا على السلطة، صار خوفا من أنه يصالوا هودي الناس لهذا المنصب، فصاروا يتمسكوا حتى لو كان هذا الشخص محسوب على النظام السلام. يا سلام، أشكرك. يا ريت بس يبقوا عندهم رجولة ويقولوا الكلام ده، يقولوا بقى، يقولوا احنا شايفين ده، انما ما بيقدروش. يا ريت ينطقوا، يا ريت شرفهم ورجولتهم ينطقوا، يقولوا يا ريت يرجع مبارك. هم مش هيك، انت اخذتها هيك، اللي مش عم بيقولوا يا ريت يرجع مبارك. مبارك، هم خوفا من وصولكم انتوا لهذه المناصب، يعني قد ما انتوا شكلتولهم صح. الشعوب التي ربيت على الذعر دائما ستظل هكذا، هيفضلوا، لأننا شكلنا لهم فإنهم كذا. ما فيش حد واثق في إنه الشعب، انزل كلم الناس وقول لهم اوعوا تنتخبوا حسن أبو إسماعيل ده، اوعوا تنتخبوا حسين، اوعوا تنتخبوا مصطفى، احنا انتخبوا الرئيس مرسي، وعي الناس، احنا انتخبوا الرئيس مرسي. وده صح، إذن هذا دليل إنه مش مظبوط الكلام ده من وجهة نظرك أنت، لكن من وجهة نظري جايز إن أنت اللي مش مظبوط، جايز إن الثوريين مش مظبوطين. فهي الشعب ندخل يتفاعل والقرار يصدر انتخابيا. ما رأيك في هؤلاء الشخصيات مع حفظ ألقابهم؟ طبعا خيرت الشاطر رجل طيب وشاطر، طيب وشاطر، وصورته عند الناس عكس الحقيقة، رجل مسالم زيادة عن اللزوم، رجل طيب، وأنا أعاتبه لطيبته ومسالمته. شو بدك إيه يعمل يعني؟ أن يكون ضبطا أكثر من هذا. ضبطا في شو؟ يضبط يعني، هو رجل طيب، بس أنتوا عشان ما تعرفوش. ضبط بشو؟ بأي صفة؟
بصفته نائب المرشد العام لإخوان المسلمين، هي دي حاجة بسيطة؟ المرشد، المرشد الدكتور محمد بديع كان الله في عونه. على شو؟ الله في عونه. يعني اختار حكم البلد؟ اختار القدر له. كان الله لا في عونه. لا هذا تخريف أيضا، هذا تخريف أيضا. أصل الحكم ده معناه إنك تكون عندك سلطة، إنما أنت تقصد يعني ضغط سياسي. في ضغط سياسي شيء طبيعي، كل الحياة السياسية تقوم على التضاغط بين محمد حسان. إنما إحنا متخلفين ثقافيا فمتصورين التضاغط ده جريمة. يا نهار أبيض. الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد حسان مؤثر، يعني مؤثر في وعظه وفي بلوغه الأعماق. هو كان مؤيد للمجلس العسكري أيامه. يبقى غلطان على طول. لو كان كده يبقى غلطان، بس أنا لا أعرف عنه هذا. يعني لا تعرف؟ يعني أنا أعرف. أو لا تريد أن تعرف؟ لا أريد أن أعرف. خالد عبد الله، خالد عبد الله لما انتقل إلى أنه مقدم برامج، أعتقد أنه حقق في شريحة جديدة من الأداء نجاح. عمرو أديب، عمرو أديب وأربعة خمسة ستة معاه كده الحقيقة. منهم أربعة خمسة ستة وفر علي بركي أسماء بركي أسماء وردي. لا يعني هو طبعا في ناس آخرين البرامج بتاعتهم أصبحت إنهم يطلعوا كل يوم يلطموا ينذبوا، ودي مش برامج، دي مش برامج. وفي بعضهم بدأ يمشي بطريقة برامج ال يعني تهريج يعني او كده، بدا يعني فيها كده. ابراهيم عيسى برضو الراجل، يعني قبل ما اسمعه ولا اشوفه كنت فاكره يعني كنت فاكره منطقي، كنت اظنه يعني بالسماع عنه، انما الان لما اسمع فاحيانا، وان كان ده نادر بس يعني احيانا ما عدتش اقدر لانه ما فيش منطق خالص. فيش منطق او لانه بيحط الاصبع على الجرح وبيدق لكم على العصب الحساس؟ لو قدرت اسمعه يمكن، بس ما فيش كده لانه بيقول كلام ساعه. يعني هو ده اللي كنت اقصده، جابه لي على اللابتوب في يوم، ان هو فضل يتكلم عن استقاله كبير الاطباء الشرعيين، وبعدين تاني يوم طلعت ما فيش حاجه اسمها كده اصلا. ففي حاجات بتبقى مؤسفه قوي يعني. في ورقه نقلت في الجرايد. طيب وهو ده كلام يا استاذ توني؟ لميس حديدي، اي حد يقول اي حاجه. لميس الحديدي، ما هم المجموعة بقى دي، لميس الحديدي وإبراهيم عيسى والثالث اللي انت قلته من شوية عمرو أديب والجماعة دول، اللي هو الكلام اليومي ده. يا دي مش برامج، البرنامج مش إني ألطم، مش إني أندب، مش إني لا، البرنامج إني أتكلم كلام فتفهمه مني وتناقشني فيه. باسم يوسف نفس الكلام، نفس الكلام. خسرته كان دمه خفيف الحقيقة، لولا أنه بدأ يتعرض لمسائل الشذوذ الجنسي والإباحية الجنسية بطريقة الحقيقة تشفيه. ما هم كمان ما رحموه بهذا الموضوع يعني. هو كان طب ما أنا بقول هي دي النقطة يعني. يا ريت أنا كنت أحب يعني أقول لك لميس الحديدي دي كان لها زمان في التلفزيون المصري برنامج، والله كنت بشوفه زمان قوي. معرفش على كل حد بينتقدكم ما بتشوفوه؟ الديمقراطية؟ لا في ناس من اللي بينتقدوا كلامهم بحب ببقى لازم أسمع. دكتور البرادعي، الدكتور البردعي ثلاث مراحل. مرحلة منذ ولد حتى قبل الثورة بسنة ونص تقريبا، ومرحلة اللي هي سنة ونص، ثم مرحلة الثورة. كل مرحلة لها حكم مختلف، ويجمعها في الآخر يعني نظرة عامة على شخصيته وارتباطاته وخلفياته. حمدين صباحي، شوف الدكتور البردعي ومن معه جميعا في جبهة الإنقاذ، لا شك أنهم فعلوا في حق هذا البلد الطيب جريمة نكراء، وخصوصا أن الفكر الناصري، العنف في مصر بدأ بعد ثورة 25 يناير، بدءا من أنه حمدين صباحي أنشأ التيار الناصري اللي هو التيار الشعبي، وده كانت بداية العنف أول ما بدأ. هي مرتبط ليه؟ لأن الفكر الناصري يقوم على أساس. تبديني دليل أنت الذي تنتظر التحقيق والقضاء ولا تحب أن تظلم قبله. ده في الجرائم. إنما في الجريمة عم تتهمه بجريمة أخطر من جريمة القتل. إنما فيما يتصل بالجوانب السياسية. عم تتهمه بجريمة خراب بلد. ده طبعا دي سياسة. وين الدليل؟
ما هو الجانب السياسي، ما انا عايز اقول ايه اهو، متناول الجريمه السياسيه غير تناول الجريمه الجنائيه. انت في السياسه بتقيم، وهذا انت تعرف انه هذا في كلام. تبدنا دليل. لا ازاي ده يكفي ان انا اجد ان الناس تنزل اليوم مثلا مظاهره فتقتل وتحرق وتدمر، فادعوهم لمظاهره ثاني يوم فتقتل وتحرق وتدمر، فثالث يوم فرابع يوم فخامس يوم. هن اللي حرقوا مركز حزب الوفد، وهن اللي قطعوا وحاصروا وما بعرف شو، حرقوا جريده الوطن. ما لم يثبت عليهم شيء من هذا. ثبت على غيرهم. من؟ لا اعرف ان هذا ثبت على احد بعد. ثبت على من؟ لم يثبت على احد، انما هم هناك ما دعوا اليه ولا شك، زي مساله قصر. تعرف مين حرق حزب الوفد؟ مين؟ حزب الوفد لم يحترق اصلا. حزب الوفد لم يحترق فيه شيء، لم يحترق. تكملوا عليه يعني، ما احترق بالشكل الكيفي يعني، بدكم تكملوا عليه. ارجو ان تراعي اللياقه. لا يعني نكمل عليه يعني ايه؟ يعني هل تقصد اننا فعلنا اصلا ولا ايه؟ لا ما أصبص. هذا الأسلوب غير. أليس أشخاصا يلتمون لحازمون ولأحرار؟ الحوار لابد أن ينبني على اللياقة. سؤال. أنت أليس ينتمون لحازمون وأحرار الذين قاموا بحرق حزب؟ من قال هذا الكلام؟ ما بقول لحضرتك التخاريف، كلام لم ليس فيه ولا واحد من هذا، لكن تخاريف لابد أن نقف، أصلا لا يمكن تجاوز الحدود. اللي الفريق احمد شفيق، والله الفريق احمد هو قال عنك مهضوم ساعات بيصعب عليا ان هو دخل في توقيت او دخل في موضوع مش بتاعه، يعني هي ثوره قامت وخلاص، دخل بقى هو ساعتها واصبح محور للمواجهه في موضوع مش كسبان. انا مش عارف ازاي يعني، هل هذا يعني هو عمره ما كان زعيم سياسي مثلا؟ وإذا برغم كل هذا وفرقت معه على نسبة مئوية صغيرة كان صار لا رئيس جمهورية مصر. لا غير صحيح، الانتخابات لا، دي نتيجة مزورة. لا أنا قلت قبل كده كمان مزورة طبعا. الله 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 الله, 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 الله. النتيجة لا شك إن فيها 3 مليون صوت أو 2 مليون ونص على الأقل. بيقولوا تزورت ضد أحمد شفيق. لا 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 شو، بص ماليش دعوة باللي بيقولوا، أنا أكلمك عن تقييمي أنا الشخصي كشخص، يعني إيه المفروض إن أنا شوية مخضرم في النواحي. أين الدليل كمان؟ إن أنا بقول لحضرتك بلا دليل خالص كده، خلاص بلا دليل، إنما يا سلام لو في سلطة تحقق تطلع الأدلة. أنا بقول لك تقييم سياسي يصدقني من يرى أنني صادق ويردني من يرى أنني لا، أن النتيجة دي فيها تقريبا من 2.5 مليون صوت أو يزيد ليست أصواتا حقيقية ولا وجود لها إطلاقا إطلاقا، ومع ذلك فلا شك أنه خد ملايين الأصوات. وهناك في التقييم اللي طلعته مراكز محترمة أن كان في عدد بالملايين كان سيعطي حازم أبو إسماعيل، فلما اتشال قرر أنه يعطي أحمد شفيق. موجود، فهو أخذ ملايين الأصوات لكنها لا تصل إلى هذه الدرجة. طيب كيف كان بدهم ينتخبوا حازم أبو إسماعيل راحوا عند غريبة أحمد شفيق؟ غريبة، إنما اسأل بس الأهرام والمش عارف مين ومين حاجة غريبة. طيب آخر ده مش بس كده، ده حتى عمر سليمان قال لك إن عمر سليمان إن حد بيقول حازم أبو إسماعيل طب لو مش موجود قالوا يعطي عمر سليمان نسبة بالملايين، برضو الجهات الرسمية اللي طلع الكلام ده. كم صوت كان ممكن تجيب لو وصلت للمرحلة النهائية؟ مين كان فاز لو بالنهائي يعني بالمرحله النهائيه كنت انت في مواجهه الدكتور مرسي؟ لا 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 مين لا كان طبعا فاز؟ انا من غير كلام يا استاذ طوني احنا نهزر. انت انت لا يعني انا بتكلم جد، مشاغب انا بتكلم جد عن اللزوم. لو وصلت انت للمرحله يعني النهائيه في مواجهه الرئيس مرسي، من كان سيفوز؟ يعني ربما يمنعني الحرج ان انا اجاوب، لكن اقول لك ايه يعني، انا الاجابه التي تحرجني ليس عندي فيها ادنى شك يعني، لكن ده كان زمان بقى ساعتها. طيب دلوقتي كان زمان خلاص. بس مين كان هيفوز؟ ما انا قلت لك هو جاوبتك ما كويس كده. جاوبتك انا على فكره، جاوبتك انا كنت هفوز عادي، بس خلاص انتهى الوقت
وأصبح هو الآن رئيس الدولة، وإن شاء الله يحقق نجاحات عظيمة جدا بإذن الله تعالى، ويصبح لا يجرؤ أحد على منافسته بعد ذلك بإذن الله، بعد التعافي من الكبوة الرهيبة اللي مصر فيها ومش ممكنها يعمل. هو مظلوم، وهشام قنديل مظلوم. مين رئيس دولة مش قادر ياخد قرار لأن فيه كده تحاسبه على قوة القرارات؟ فإن شاء الله ينجح وربنا يوفق، هذا مع عتبي الشديد جدا عليه، ومع خلافي الشديد جدا معهم، ومع خلافي الجذري مع سياسته، إنما أتمنى لهم. في الختام، هل تتوقع خلافا إسلاميا يعني إخوان سلفيين، انشقاق داخل البيت التيارات الإسلامية؟ يعني بلشت بحزب النور، بلشت لازم وطبيعي. بس على فكرة في خلط بتخلطوه، إسلامي ده دي شريحة عقائدية، إنما في الممارسة لازم نختلف. يعني لازم أنا ما يعجبنيش حزب النور، حزب النور ما يعجبوش أنا ما يعجبنيش الحرية، شيء طبيعي. أصل الإسلاميين دول مش يعني إسلاميين يعني في دراع نازلة بتطلع نموذج هو لا، اختلافات موجودة، لازم تعرف إن الممارسة السياسية. ولذلك أنا في بعض المواقف زي موضوع الدستور هو كيف يكون أقرب لغير الإسلاميين فيه، لكن أنا مش طايقهم من ناحية الإسلامية، هم مش إسلاميين، مش عايزين يلتزموا أو يقولوا أو كذا، فعقائديا. بس لو أعلنت هذا الكلام كانوا أنصارك نزلوا قالوا لا، وكانت رجحت كفت لا، يمكن مش هيك؟ ربما وربما ما كانوش يستجيبوا لي، لأن في ناس كتير ما استجيبوا ليش، منهم الشيخ جمال صابر صمم على آرائه هو وغيره، فلا شك لا مش بالضرورة. إنما وبعدين على فكرة في حاجة، إعطاء نعم للدستور ساعتها خد بعد آخر غير مجرد إن الدستور حلو ولا وحش، خد معنى استقرار الدولة، إن يبقى في دولة ولا لا. ففي ناس نزلت قالت سأعطي نعم للدستور على عواره حتى لا تبقى الفجوة اللي تخلي هذه الكائنات المتربصة اللي عايزة تهدم البلد وتحرقها كل يوم تفضل موجودة. الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، شكرا جزيلا لإعطائنا من وقتك في هذا الحوار، وعذرا إذا كنا وجعنا لك إيدك من كثرة الخبيط على الترابيزة. شكرا لك، شكرا لمشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله، تصبحون على خير.